صباح الخير يا جلجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، انتحار 104 مليون؟ انتحار 104، انتحار يعني انتحار كلمة و104 مليون كلمة؟ انتحار 104 مليون، 104 مليون ده كتير قوي. بقولك ايه، انت قلقان انت كمان عشان خاطر القضية؟ وانا قلقني يا اختي، ما بقى لها سنين في المعاك، اشمعنى يعني النهارده ولا قلق؟ لهوي عليك، انت على طول كده ضارب عصارمة. النهارده اخر جلسة في القضية وهيتحكم فيها، تعرف نصيبنا هيبقى فيها قد ايه؟ 104 مليون جنيه؟ اه يا محاسب، النمرة دي لو حصلت ده احنا نقب على وش الدنيا، على رأي اللي بيسخر جوه ده. بالمناسبة ابنك لازم يروح يحضر الجلسة النهاردة مع المحامي، بس خايف منه لا يزوغ كده ولا كده. بقول لك ايه، تيجي نقول له على المبلغ يمكن يتمحرر كده ويروح. انت بتقول اي كلام يا محاسن؟ تقول لمين؟ انت عايز تقول للعيال ان احنا ممكن نكسب ولو 1% 104 مليون جنيه؟ ده احنا منبهين على المحامي ما يجيبش سيره الفلوس دي، ثم ان القضيه دي مش مضمونه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ وبعدين بقى مش ناقصه انا مراضي، ده لو عرف، ده جوه، ده لو عرف يطفش ما نشوفوش تاني، والفلوس تصرف على عربيات والمغني وجيج اللي هتموت على الجواز، ده احنا لو خسرنا ممكن تقطع شرايينها. ايه ده؟ مين في البيت هيقطع شرايين؟ لا لا ما فيش حد بعد الشر يا اخوي، ده المحامي اتصل بينا النهارده وبيقول ان النهارده اخر جلسه في القضيه. قضيه ايه؟ هل حته الارض بتاعتنا هي والبنزينه اللي جنبها اللي دخلوا كردون المباني، الورث بتاعي انا وخالتك. اه يعني خالته رفايده هي اللي هتقطع شرايينها؟ يا ابني بعد الشر، بقولك ايه، انا عايزاك النهارده تحضر الجلسه مع المحامي، القضيه هتبقى بالليل عشان هي اخر واحده في الرول، ما تكسفنيش وتروح كده ولا كده. وهي حته الارض دي تسوى كام يعني؟ بكام ايه وبتاع ايه يا سعيد؟ انت مالك انت؟ هتطلع فلوس وتشتريها يا اخويا؟ علاء لا يا علاء، علاء هو اللي انتحر؟ قال ان انتوا بلطين في الخط وان انتوا مستخسرين في جهاز، الراجل ده لو سابني علاء انتحر. لا لا يا جيجي يا جيجي يا جيجي، مش هتنتحر عشان واد لطف زي ده؟ هو لسه على الخط؟ ايه 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 ليلو؟ ايه ليلو؟ لا يا معلم، انا عارف ان احنا يعني اه طبعا احنا اللي شايلين الجهاز كله حاجه، بس احنا محملين عليك في الجزئيه بتاعت وشوش الكهرباء. بص يا معلم، انسى خالص وشوش الكهرباء، خليك ركز في المقابض بس، هات المقابض وبيتهيألي كده فير. ها بتز، بقول لك ايه، هتكسبوا القضيه ومحدش هيقطع شرايينه، وانت يا جيجي كله هيبقى زي الفل، مفيش حد هيموت في البيت ده طول ما جلال احسان قادر عايش، واديني بقولها لك اهو. جليله جت منك انت يا جليله؟ ليه؟ ليه توجعي قلبي عليك يا بنتي؟ كل ده عشان ما رضيتش اطلعك الرحله مع عمر؟ اصحي وانا هخليكي تقولي لعمر يا صاحبي، مش هخليكي تقولي له يا زميلي. بتهزري؟ بتضحكي؟ بتضحكي؟ لا انت بتهزري؟ امشي يا علوفه. انتحار 104 مليون، انتحار 104 مليون، دي ممكن تفيدني بايه؟ ممكن تفيدني بايه؟ انتحار 104 مليون؟ مصر كلها تنتحر؟ لا 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 لا، اكيد 104 تانيين. اتفضل. صباح الخير يا سجلتي، عرفت انك لسه ما نزلتش، دخلت المطبخ بسرعه وعملت لك الفطار ده، والطبق ده بالتحديد فيه بيض بالبلوبيف اللي انت بتحبه، بس المره دي بقى مش بايظ، عقبال سنيه صباحيتك ان شاء الله. رؤيا، هو انت فكرت قبل كده في الانتحار؟ كل يوم كل يوم بفكر في الانتحار، لما احس ان ممكن البني ادم اللي بحبه ما يبقاش قدامي وحواليا، ساعتها بجد ممكن اطلع فوق سطوح وارمي نفسي عادي. للدرجه دي يعني؟ واكتر واكتر يا سجلجل، انت اصلك ما تعرفش البنات لما بتحب ممكن تعمل ايه، ممكن تموت نفسها. والله ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه
ينفع كده؟ ينفع كده تفضل تجرجرني في الكلام، تجرجرني في الكلام كده وانا قاعده في اوضتك؟ يعني طب يقولوا عليا ايه بره؟ ده الناس كده ممكن تلسن عليا ويقولوا ان انا قاعده في اوضه خطيبي. طب ده كلام ما يصحش وما يصحش، ابقى افضل قاعده كده في استوديو يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليا ايه؟ بنطلب مثال بلاش لما تحب سلمى. رد يا سلمى، ابوس ايدك ما تقلقينيش عليك اكتر من كده. تعال معايا يا جن. فين يا بدوي بيه؟ هنروح المكتب بس تمضي على ورقة الطلاق. ليه يا بدوي بيه الفرهده؟ لزومها ايه؟ ما اشير هي هنا، ما الله يرحمها بقى خلاص. وما ينفعش برضه الست تموت وهي على ذمه راجل تاني غير جوزها. ده شاهين كده شكله قدام العيله يبقى هزو. يعني هو بره العيله وائل جسار؟ نعم. يبقى انا مش ثانيه واحده. هتردي بقى يا سلمى بقى. تعالى بس انا هراضيك، هديك قرشين تبدا بيهم مشروع تقف على رجلك. بس كدب بقى، بس كدب. بقول لك ايه، انا دلوقتي في حداد على المرحومه، وبصراحه انا على اخري وبتلكد. طب بقول لك ايه، اسبقني وانا هسبقك. ايه؟ ده هحصلك في ظهرك. يعني هبقى وراك. ورايا. في ظهرك، اكسدام في شنطه. يلا. اكسدام في شنطه. سلمى فين؟ تحت. سلمى. حضرتك مين تاني؟ احنا نقولها لسه مين؟ هنتعرف. نقول لها مين حضرتك؟ سلمى. لا لا يا سلمى، انت مجنون. لا يا سلمى ما تنتحريش علشاني، انا كلب. ما انا عارفه. وبعدين انتحر عشانك ليه؟ انت عبيط. امال ايه اللي كنت بتبلبعيه ده؟ ده فايتن. بتنتحري بشكل صحي؟ برضه قولي بنتحر. انت دخلت هنا ازاي اصلا؟ ده هو دخل هنا ازاي؟ دخل يجري اكنه راكبه عفريت. اتصل باستاذ حسام يجي. لا 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 خلاص، هو استاذ جلال هيمشي دلوقتي. توكل انت بقى على الله، انت مش عارف الباب. ممكن لو سمحتي تديني فرصه اشرح لك؟ لو سمحتي سلمى، انا بحبك وعايز ابقى معاكي انت. انا كل مشكلتي في الدنيا انك خاطب بنت خالتك. ولا خاطب ولا نيله، انا الخطوبه دي مفروضه عليا قهر. ربنا يصبرك على قهر. انا مالي بقى بالهري ده، ما تصدعنيش. احنا عيله معقده، احنا عيله معقده ودقه قديمه. احنا من احنا صغيرين قد كده، جلجل لرؤية ورؤية لجلجل. والله العظيم ثلاثه رؤية دي اختي. والكلام بقى اللي هي قايله لك ان احنا مخطوبين فس، الكلام ده فس. قعدت عيله بيزيطوا في الموضوع وهزار وسخافه وقله ادب وتقل دم، وانا ما فيهاش حل للفرهده دي.